قال لي انا مش هطلب زي ما عادل امام بيقول، انا هطلب اجر احمد زكي لن انساه من استاذنا العظيم عمر الشريف. وهالجلسة الحوارية يسرى أمتعت الحضور بحديثها عن مسيرتها الفنية وأعمالها، ومن بين اللي تناولتها بكلامها رفضها المشاركة في فيلمين عالميين في فرنسا وأمريكا لأنهم كانوا يتضمنون إساءات للعالم العربي، فهي أكدت بأنها من المستحيل تشارك بهالنوع من الأفلام. وفي اليوم الثاني يسرى تابعت عرض فيلمها المرمم حرب الفراولة اللي أنتج عام 94، ونحن التقينا فيها بعد العرض. لما بتشوف الفيلم لما بشوف الفيلم دلوقتي بحس اني بشوفه لاول مره، لان طبعا بقالي سنين ما شفتوش، والنسخه رائعه معموله بشكل حلو قوي، وبيرجعني لذكريات كتير وايام كتير حلوه. التعاون اللي بيني وبين الاستاذ خيري بشاره، وكان اول مره اتعاون مع الاستاذ سامي العدل الله يرحمه، كان اول انتاج لي ومعايا، يعني كان اول مره انا اشتغل من انتاجه. انا اسفه ممكن يكون انتج حاجه قبليه، بس سعيدة جدا جدا ان انا موجودة هنا في وسط اهلي واحبابي واصحابي، وان انا بشوف فيلم من احب الافلام لقلبي. انا كنت جوا بالصالة وكنت شايفك هيك، كنت ناس تغيري على حدك. كل مشهد كنت عم تضحكي او عم تقولي لها شيء، حاجات اسرار بقول لها هنا عملت كذا وهنا عملت كذا، والبنيو ده كان بتاع الملك فاروق ومرمي مش عارفة فين، حاجات كده يعني. وبهالفيلم يسرى قدمت اغنية السعادة اللي ايضا تحملها ذكريات كثيرة. اول مرة رحت غنيتها انا فاكرة اني معرفتش اغنيها في اول ليلة، لاني قعدت عيط، لان اول مرة في حياتي كنت يعني بعرف يعني ايه كلمة السعادة بالنسبة لي وقتها. كنتش عارفة رد، كنتش عارفة غنيها، ما كنتش عارفة غير ان انا قعدت اعيط يوم كامل، وبعدين رحنا غنيناها تاني يوم وتالت يوم وقعدنا نعيد فيها. بس من احب الاغاني لقلبي. قديه بتشوفي اليوم هذا الفيلم بينطبق كمان على حياتنا، انه نحن بحاجة لهالسعادة؟ احنا مش بس بحاجة للسعادة، احنا بنجري، احنا كل حياتنا جري في جري في جري، كلنا مستعجلين، كل حاجة ورانا بسرعة، اليوم بيعدي بسرعة، كل شيء بيتعمل وانت متلهوج زي ما بيتقال. فلا يعني لما بفكر مثلا وقت الفيلم ده انا كنت بعمله، كنت بقدر اروح اصور واخرج مع اصحابي، وممكن اتفرج على فيلم، ممكن اشتغل، يعني كان في وقت، كان في حاجه، في رواقه. دلوقتي ما فيش رواقه. وبهالرواقه طلعت فكره الفيلم مع مدحت العدل اللي كتبه وتعاون باخراجه مع خيري بشاره. الحياه الفيلم يعني ان انت تدور على موضوع فيلم بتيجي بمختلف الطرق، مره تقرا جريده، مره تقابل شخص، لكن اللي حصل المره دي ان انا وخيري كنا قاعدين مع بعض، فاكتشفنا ان احنا بنقرا نفس الكتاب، كاتب الماني اسمه هيرمان هيسه، كان بيتكلم على السعاده، فقعدنا نتكلم انا وهو عن ايه هي السعاده، فقررنا نعمل فيلم عن السعاده، هو ده فيلم حرب الفراوله. اختيار انه يرجع يرمموه ويعرضوه اداء حاجه تسعدنا جدا. انا نعم بيحسسني ان انا من العصر الحجري، ان انا في نفس اترمم، يعني انا اعرف ان فيلم مثلا بقاله 100 سنه يترمم، لكن فيلم سنه 94 بترمم يعني مش من زمان قوي، لكن حاجه تسعدني. طبعا التقنيات الحديثه كل يوم بتتغير، كنا بنصور بفيلم خام ما عادش الكلام ده موجود، كل يوم الدنيا ال 50 سنه اللي فاتوا غيروا العالم اكتر ما اتغير يمكن في 1000 سنه، فجزء من التغير الى الافضل ان تتفرج على فيلمك في نسخه محترمه وحلوه تحفظها للزمن، حاجة في منتهى السعادة. وده يقول إن العلم ولا شيء سواه كي نبلغ سبق البشرية، لازم نجري ورا العلم. وإلى جانب صناع الفيلم حرص عدد من النجوم على حضور العرض بهاليوم، بينهم صفية العمري وإيناس الدغيدي اللي كانت سعيدة جدا باستذكار وترميم أعمال سينمائية قديمة لما تحمله من قيمة فنية. أنا بحب إن إحنا دايما نتذكر ماضينا، لأنه أنت عارف السينما في الفترة اللي فاتت كانت قوية جدا، يمكن سينما بعافية شوية السنين اللي فاتت، في أفلام حلوة ما نقدرش ننكر، بس يعني السينما المصرية بالذات كانت بعافية شوية، وتعطلنا بسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير ناحية الاقتصادية وحاجات كده، لكن أعتقد أنه لما بتفتكر الأفلام دي بتحب نوعية السينما دي، أنه سينما مختلفة وسينما كانت مسلية، والسينما الهدف الرئيسي منها برضه أنها تبقى تسلية وفي نفس الوقت بتفيد يعني. فأنا بشوف الأفلام اللذيذة دي ما بتتنسيش، والفراولة فيلم من الأفلام اللذيذة يعني. تختاري فيلم لإلك يرجعوا هيك رمموه يعملوا، أي فيلم تختاري؟ استاكوزا. أنا بحب الفيلم ده لأنه فيلم بلا مناسبات. أنا عندي أفلام مهمة جدا كتير، بس أنا بحب استاكوزا أولا لأنه أحمد زكي كان ذكرى حلوة، ولأنه عامل فيلم لايت، ولأن الفيلم ده حتى تقعد تشوفه أي وقت في عمرك مش هتزهق منه، ملوش مناسبة، هو فيلم خفيف لذيذ الناس بتشوفه وتتبسط بيه وخلاص، وممكن تشوفه أكتر من مرة.
وبنكمل مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومع الأفلام اللي استعرضت تجارب مخرجين من مختلف الدول العربية.